مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، شكرا للزميل نايف البلوي على التواصل في الشوط الماضي وشوط ايضا هذه الانطلاقة الرائعة الذي تمت لشوطنا الرابع عشر في مجموع الاشواط ومفتوح للسودانيات ايضا من قعدان وزمول. شو بقول لكم، مجموعة ايضا متواجدة في هذا الانطلاق والتحدي وهذا الشوط الرائع الجميل بمستواه الرائع على ارضية هذا الميدان. وهناك سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية من الثاني حتى المركز العاشر، ونحن نختصر إذاعتنا على المراكز الخمسة الأولى في مسيرة هذا الشوط، شوط السودانيات أيضا. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل، وأرى المقدمة وأفتتح الإذاعة بصاحب المركز الأول. صباح على الصدارة وعلى المركز الأول للسيد راشد بن علي المعاضيد من يفتتح الإذاعة وصدارة هذا الشوط. هناك دق للسيد مبارك بن راشد بن حفيظ المزروعي، ولكن الله 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 يا سلام، بهلول بهلول النايف بن عبد المطلب بن شفيع في المركز الأول. المركز الثاني صباح الراشد بن علي المعاضيد، وفي المركز الثالث المركز الثالث يأتينا في هذه الانطلاقة هنا التيم لسيد محمد حمود العديني في المركز الثالث. وفي المركز الرابع الشخبار لسيد سلطان بن نوار العتيبي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس يبقى نجد المبارك بن راشد بن حفيظ المزروعي على المركز الخامس. هذه النتائج للخمسة المراكز الأولى، وهناك أيضا أسامي متواجدة على المراكز خلف الخمسة المراكز الأولى، أسامي ذات صولات وجولات، أسامي ذات أيضا تحدي وصراع. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى بهلول للسيد نايف بن عبد المطلب الشريف لي على الصدارة وعلى المركز الأول. بهلول من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. أما المركز الثاني صباح الراشد بن علي المعاضيد يأتينا على ثاني المراكز، وعلى المركز الثالث هنا التيم لسيد محمد بن محمود العديني على المركز الثالث. وفي المركز الرابع ورابع المراكز شخبار سيد سلطان بن نوار العتيبي ياتينا على المركز الرابع في هذا الانطلاق. اما المركز الخامس البرق لسيد عبيد بن عطاء الله العتيبي ياتينا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للخمس المراكز الاولى مشاهدينا ومتابعينا. هي مشاهدينا الكرام، إذا هذه المسيرة ومسيرة التحدي، مسيرة الانطلاق والاندفاع. يا سلام. وهنا المقدمة، ونعود يلا يا أحمد يا خزعلة، شد الحيل يا أحمد يا خزعلة على هذا الأداء الجميل واللقطات المتميزة. وزميلنا أحمد خزعلة هنا المصور على الكاميرا الأولى يقول حطوا ثقلكم بالترشيح على صاحب الرقم اثنين، على صاحب الرقم اثنين
إذا المركز الأول والصدارة، وهنا بهلول سيد نايف بن عبد المطلب بن الشريف، نايف بن عبد المطلب الشريف مع بهلول على المركز الأول والصدارة. أما المركز الثاني، المركز الثاني فها هو صاحب المركز الثاني اللي هو صباح الراشد بن علي المعاضيد على المركز الثاني في هذه اللحظات. والمركز الثالث، المركز الثالث وين المركز الثالث؟ هنيه الانطلاق، وارى المركز الثالث مهند وصل في المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد عامر بن حميد العمري، سيد عامر بن حميد العمري مع ايضا اللي هو مهند، مهند على المركز الثالث. يلا يا اخوي يا عامر، يلا يا اخوي يا عامر، شد الحيل على ايضا مهند، نبى ايضا سلام لاهل السلطنه اللي ايضا باداء مهند وهو في المركز الثالث في هذه اللحظات، نباه ياخذ المركز الاول، شد الحيل وحافظ على هذا الاداء لمهند. المركز الرابع، المركز الرابع، وياتينا في المركز الرابع التيم، التيم للسيد محمد بن محمود العديني، ولكن ارى حشيم سيد جبر بن جاسم الكواري وصل، وصل وتسلل الى المركز الرابع، تسلل الى المركز الرابع. وفي المركز الخامس التيم سيد محمد بن محمود العديني على خامس المراكز، هذه الخمسة المراكز الأولى. وهناك الله 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 الله، نار عنهم بهلول، بهلول ما شاء الله نار على المقدمة وهو ينتصف المسافة. والمركز الأول 4 كيلومترات على بداية الانطلاق، وهنا أيضا 4 على نهاية هذا الشوط، ولكن الصدارة من نصيب بهلول للسيد نايف بن عبد المطلب الشريف على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني صباح السيد راشد بن علي المعاضيد يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث مهند، مهند في ثالث المراكز، وتعود ملكية مهند في ثالث المراكز للسيد عامر بن حميد العمري أيضا من سلطنة عمان، مشارك مع أيضا مهند. أما المركز الرابع فيأتينا حشيم للسيد جبر بن جاسم الكواري على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس، وأرى التسلل في هذه اللحظات على المركز الخامس، ما شاء الله 3 في موقع واحد، 3 زمول ما شاء الله في موقع واحد. وهنا المركز الخامس بنعطيه اللي هو القاش سيد زيب محمود بن عبد الله السوداني، القاش هناك في جمهورية السودان في كسلة، أيضا في جمهورية في أيضا كمحافظة كسلة، القاش موجود هناك. أشكرك، أشكرك يا أبو عبد الله، أشكرك أبو سيف على هذه المشاركة الجميلة ما شاء الله. ولكن هناك الصدارة، وهناك أيضا نايف بن عبد المطلب الشريف وزميلنا أحمد الخزاع لا يعطينا لقطة له، ويعطينا اللقطة بينه وبين المركز الثاني. أشكرك، أشكرك يا أحمد الخزاع على هذه اللقطة المتميزة التي نشاهد فيها انفرادة بهلول على الصدارة وعلى المركز الأول للسيد نايف بن عبد المطلب الشريف في الصدارة وفي المركز الأول بهذا الأداء جميل. المركز الثاني، المركز الثاني، وهنا المركز الثاني اللي في صباح الراشد بن علي المعاضيد على المركز الثاني. وفي المركز الثالث القاش، في المركز الثالث القاش سيصيب محمود بن عبد الله الحمدي ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع حشيم للسيد جبر بن جاسم الكواري والناوي، الناوي وصل في المركز الخامس، وأول ندى للناوي في خامس المراكز للسيد زيد بن أحمد الشريف ومحمد الرشيدي ضمرة على المركز الخامس. هذه النتائج للخمسة المراكز الأولى، وأسامي قادمة، أسامي أيضا قادمة.
نعود هناك إلى المقدمة بعد الخمس المراكز الأولى، ولكن المقدمة والصدارة، وتحذر تحذر يا نايف يا عبد بن عبد المطلب يا الشريف، تحذر 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 من القادمين هني. بهلول هناك على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني وحشيم سيد جبر بن جاسم الكواري في ثاني المراكز، المركز الثالث القاش، القاش على ثالث المراكز، وتعود ملكية القاش سيد محمود بن عبد الله الحمدي، ومن الجانب الآخر الناوي سيد زيد بن أحمد الشريف على المركز الرابع. والمركز الخامس وصل الترس، الترس سيد عيد بن عبيد بن عيد المنصوري، ولكن الله 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 لحقوا هالبطلايب، لحقوا هالبطلايب وبشار لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد وسالم بن سيف الغصوان المنصوري من يضمر في هذا الانطلاق والتحدي. وأرى أيضا هنا والهان 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 متوله على الفوز لسمو الشيخ محمد بن عبد العزيز النعيمي وكرم بن محمد البلوشي في تضميره. يلا يا ابو محمد يا ممثل اهالي التله هنا في هذا الميدان شد الحيل. ولكن هناك المقدمه، ولا زال بهلول، لا زال بهلول مسيطر على المقدمه، مسيطر على المركز الاول. بهلول بهلول وبينطلق بهلول في هذه اللحظات. بهلول اذن على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. إذن المقدمة والصدارة وبهلول، بهلول للسيد نايف بن عبد المطلب الشريف على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. والكيلو متر الأخيرة و900 متر، الكيلو متر الأخير نعم على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني، وأرى هنا الناوي، الناوي للسيد زيد بن أحمد الشريف قادم وبدأ يتسلل وينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة. الناوي لزيد بن أحمد الشريف على المركز، انتزع الصدارة والمركز الأول. حشيم في المركز الثاني، حشيم في ثاني المراكز لسيد جبر بن جاسم الكواري، وعلى المركز الثالث، المركز الثالث في هذا الشوط. الله، المركز الثالث، وأرى هنا البرق، البرق السيد عبيد بن عطالله العتيبي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع يبقى هنا اللي هو بهلول النايف بن عبد المطلب الشريف، ولكن المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. وهنا على المقدمة وعلى المركز الأول اللي هو الناوي، الناوي الناوي لسيد زيد بن أحمد الشريف على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. تهانينا تهانينا لسيد زيد بن أحمد الشريف على فوز اللي هو الناوي بالمركز الأول. تهانينا والناموس وسلام سلام 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 يا أهل المملكة سلام. تهانينا لسيد زيد بن أحمد الشريف على فوز الناوي بالمركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. تهانينا على هذا الأداء المستحق. إذا رقم 11 هو صاحب المركز الأول. تهانينا على هذا الفوز الجميل لسيد زيد بن أحمد الشريف. جاء المركز الثاني حشيم سيد جبر بن جاسم الكواري في ثاني المراكز، المركز الثالث، المركز الثالث واللي هو ايضا بشار مع الشيخ محمد مطيع الحامد، المركز الرابع للسيد نايف بن عبد المطلب الشريف، وفي المركز الخامس اللي هو البارق للسيد عبيد بن عطاء العتيبي. هذه نتائجنا مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم. وها هي لحظة تسلل اللي هو الناوي إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا لسيد زيد بن أحمد الشريف على فوز الناوي بالمركز الأول. 13:44 ثانية جزئين من الثانية التوقيت الزمني. تهانينا لمحمد الرشيدي أيضا أمره. تهانينا والناموس. أما المركز الثاني فكان من نصيب اللي هو حشيم في المركز الثاني.
هشيم وسجل 13 دقيقة 52 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية تحرير الجبر بن جاسم الكواري. أما المركز الثالث فكان من نصيب اللي هو وصلنا بشار لمعالي الشيخ محمد بن مطيء ال حامد على ثالث المراكز. تهانينا تهان سالم السيف بالخسوان المنصور 13 دقيقة 53 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية توقيت الزمني. ها هي النتائج مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم كاملة مكملة وذعنا التوقيت الزمني ايضا، ولكن نذكركم بان انطلاقه مساء هذا اليوم سوف تكون في الواحده والنصف ان شاء الله من بعد الظهر لهجن اصحاب لي ايضا اسمو الشيوخ او بنقول لاشواط المفتوحه، للاشواط المفتوحه ان شاء الله سوف تكون في الواحدة من بعد ظهر والنصف من بعد ظهر هذا اليوم، هو انطلاقة الشوط الأول والتحضير طبعا في الواحدة سوف تكون لعلم الجميع. وفي هذه اللحظات نأتي إلى ختام سباق صباح هذا اليوم على أمل أن نلتقي معكم في الواحدة والنصف من بعد ظهر هذا اليوم. تقبلوا تحيات